لحد فين؟ يعني هي مذاكرة واحدة، انت كده كده هتذاكر الميد تيرم نفس اللي هيجي في الميد تيرم هيبقى غلط فيه، هي كده مذاكرة واحدة.
اللي هي واحد في الجزء البوزيتيف وزيرو في الجزء النيجاتيف. فبدل ما كل مره يقعدوا يكتبوها فاضلين كده، لا بيعملوها اراوند اتش اوف اكس. انت لما تقول كلمه اتش اوف اكس دي او ستيب فانكشن تعرف على طول ان هي قيمتها واحد او زيرو. قيمتها ايه؟ واحد او زيرو، واحد يمين او في الجزء البوزيتيف وزيرو في الجزء النيجاتيف. اللي هي قيمتها عامله ايه؟ طيب شبهها اتش وكميونيتي اكس دي ممكن تستنتجها بقى من غير، ممكن تستنتجها من غير عموما. كنا نقول لو انت استخدمت الاكس بسالب اكس الكلام ده بتاع اعداد، كان ايه اللي بيحصل قدامك؟ شلت الاكس وحطيت سالب اكس. ايه اللي بيحصل قدامك؟ بيحصل ريفليكشن حوالين محور واي، صح كده؟ Thank you.
جريت بعد كده تقريبا شويه دي مستند اكس اتش اوف اكس. احنا قلنا ان اتش اوف اكس دي معناها على طول ان هو معرفه الداله في الجزء الموجب بس. يعني ممكن نكتبها لو انت تطلب تكتبها في الصوره دي. Gracias.
زاد الدليل. من الداتا اللي احنا قلناها ده استخدم الستيب فانكشن وبعد تعريف الداتا بالصوره المناسبه زي ما عملنا المساله دي اي تعريف الداتا وبعد كده استخدم الداتا دي في الداتا اللي كانوا عليه عشان تعمل الداتا. خلاص؟ طيب تعالوا نشوف بقى مثال شامل الكل اتكلمنا كانت مسألة فاينل. طبعا انت قلت لكم دايما مسألة فاينل بتبقى عبارة عن كذا جزء وعشان تحل كل جزء بتعتمد على اللي قبله انت لازم تحلهم بالترتيب. مستحيل تيجي مثلا عايز تعمل ترانسفورم للداتا دي، مستحيل تعرف تعمل التكامل ده ولا حتى ده ماشي. فكل واحد من دول معتمد على الخطوة اللي قبله. تعال نبدأ بيها من أول مطلوب يقول لك شو ذات دي حاجه دي السكيلينج بروبلم اللي هي الخاصيه دي عايز يثبتها صح كده؟ عايز يثبت الخاصيه رقم 3 دي. ايه اللي ممكن نعمله هنا؟ بالظبط كده، مفيش اي كل دول اثباتهم بالقانون الاصلي اللي هو احنا لسه مستخدمينه هنا ده. القانون الاصلي بتاع فرير ترانسفورم او الديفينيشن انت اول حاجه هتقول ان فرير ترانسفورم بيساوي في الديفينيشن تمام خلاص بقى. انا ما عملتش غير ان انا استخدمت الديفينيشن وقد يكون الاكس يعني وقد يكون الاكس
لو انا بس اللي انا عملته ان انا دي سميتها لب اسمها اوميجا
يعني ده كونستانت ممكن تسميه هو الاوميجا والبي كونستانت انا اسمي دي اوميجا اسمي دي. طيب بالنسبه للمطلوب الثاني عايز فورير ترانسفورم للداله تعال نسميها اف اوف اكس الداله دي يعني هي دي ده واحد ده اثنين وده مجموعهم اللي هو احنا عايزينه
يا اما تاخد دول يا اما اقعد مجموعهم هنا. احط بس الجيم كام؟ واحد. تبقى 2 على 1 للموجة فيها. المقام دي تربيع زائد اوميجا تربيع، فانت عايز تستغل ده.
طبعا سد الاوميجا بالاكس احنا عارفين الكلام ده ماشي. فانا عايز استغل العلاقه اللي انا وصل لها هنا في الاخر عشان حل الاوميجا. ايه بقى اللي بيقول لك كده؟ ايه اللي بيقول لك ان انا بستغل فورير ترانسفورم لداله معينه عشان اجيب ترانسفورم لداله ثانيه؟ هي دي خاصيه السيمتري اللي هي هنا. خاصيه السيمتري بيقول لك ان انا مع عمليه الترانسفورم بتاع داله اعرف اجيب الترانسفورم بتاع الناتج ده. ماشي؟ انا عارف الترانسفورم بتاع الاكس، هجيب الترانسفورم بتاع داله بس استخدام الاوميجا بالاكس. نعملها ازاي؟ بص يا جماعه هو قال لك يوز ذا سيمتري ماشي. فانا اللي انا هعمله دلوقتي اسمي دي اسمي الناتج اللي انا عايز استغله ده اف كابيتال اوف اوميجا، واستخدم السيمتري رول اللي هي هتقول لك ان الترانسفورم بتاع الناتج ده بس بعد استبدال الاوميجا بالاكس
وين ايه الياس الاعظم يا باشمهندس؟ يا معه هو من عشان البص هيلا بيوز ده سيمتري اللي بعده يا باشمهندس. طيب الاخيرة اللي كتب بيوز ده ديفرنشيشن استخدم التفاضل والوجاد ترانسفورم بتاع دربل في اكس فور استخدم التفاضل يعني العلاقة اللي في الاخر ما فيش العلاقة اللي في الاخر دي بتقولها ايه لو انت ضربت في اكس ضربت الدالة اللي انت عارفها في اكس ازاي تعرف قيمة ترانسفورم بدلالة او باستخدام التفاضل فانا هستخدم القاعدة رقم 6 او 5 الاخيرة دي اقول كان كل اللي انا عملته انا ايه طبقت القانون ده عند ان بيساوي 1 يلا عند ان بيساوي 1 طيب تمام يلا بس طبقنا عند ان بيساوي 1 بقى اكس اكس اون اكس الاول كان اسمها فشلت الاف اوف اكس اهي بعدين عايزين نشوف القانون بالنسبه لنا الداله دي بقى انزل كمان بالنسبه لاوميجا دلوقتي احنا عايزين معلش ازاي هنفضل ديت بالنسبه لاوميجا تعمل ايه؟ حد يعرف الفضل ديت Yeah, I'm going to go
هو دي هي نفسها التفاضل اللي فوق ده اللي هو سالب ايه لغى مسألة أساسية في الميد تيرم اللي هي كان اسمها ستورم لافار. هو الميد تيرم كام سؤال؟ 5 أو 6. فنظرا ان هو لغى مسألة رئيسية كانت تاخد نص وقت الامتحان ممكن يجيب لك الكلام ده في الميد تيرم. اللي هو ده؟ الكلام ده في الحقيقة كان بيكتفي بيه في الفاينل فقط. هو ده يعني ده ايوه لكن المنهج كله ده. انا سالت شو الدكتور بيقى ما اعرفش الدكتور شادي كان الدكتور بيدينا ظهره وهو خارج من كده بس طيب بصوا هو كل اللي بيحصل كل سنه الفول ترانسفورمر بيدخل بس الفاوس دي بيجيبها لهم في الفاينل فقط السنه دي انا متوقع يعني طالما هو لغى مساله اساسيه كان كده خد وقت كبير اتوقع ان هو يدخل الكلام ده خاصه ان هو قال لي مره فاتت قال لي تاني مسألة معينة كده في convolution بقولها كمان شوية قال لي قول لهم المسألة دي في السكشن فغالبا اتوقع يعني طالما قال لي كده تمويل ايوه ماشي احتمال المسألة ايه يا جماعة ما تجريش ما تعرفش تجري ما تجريش على كشري الصباح في البتاع ده تيجي؟ ناكل كشري يا عادي عمو ده كشري يا معادي تجري حتى ما ينفعش جاي جنب ارجع ورا ارجع ورا جنب دي يعني تبوت تجري بسرعة عشان نحط نقطة ان شاء الله يلا شد ها خلاص عجلت انت ايوه Thank you.
هتمسك. لا خلاص ما حصلتني. المرحة ما بتعرف تسوق بس عايزين تسوق عايزين تسوق انت بتسوق حقيقي. بص هو يغلط مرة معلش يغلط مرتين معلش يغلط عشرة معلش هو كل مرة تغلطها في نفس الحتة انت عارف تجيبها بالراحة انت عارف تجيبها بالراحة انت كتبتها عشرة داوية طيب ال convolution ده definition تكمل معين اللي هو بالصورة دي بيرمزوا له f star g ده definition يعني عندك دالتين f و g f of x و g of x طب نقول f convolution g او f star g ده معناه التكامل ده الاولانية تخليها f of u الثانية تخليها of x ناقص u معلش دي u طيب لو انا خدت ترانسفورم للكونفوليوشن ده ترانسفورم بتاع الكونفوليوشن اف ستار جي هو ترانسفورم الداله الاولى في ترانسفورم الثانيه ماشي اعتقد ده اثبتوه برضه من الديفينيشن بتاع فور ترانسفورم بمعنى ترانسفورم فور ترانسفورم للتكامل ده هيطلع عباره عن فور ترانسفورم الداله الاولى في فوريير ترانسفورم للدالة الثانية. وليه ليه 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 هو تعريف ليه 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 الترانسفورم الكونفوليوشن بيساوي حاصل ضرب الترانسفورم بس خدوا بالكم ان هنا ان الستار دي مش معناها مالتيبليكيشن ماشي الستار دي يا جماعه مش معناها مالتيبليكيشن يعني لو جاب لك ترانسفورم اف جي او حاصل ضرب اف جي يعني ده لا يساوي اف اوميجا جي اوميجا بمعنى الترانسفورم حاصل ضرب دالتين لا يساوي حاصل ضرب الترانسفورم ولكن لو انا حطيت هنا ستار لو انا حطيت هنا ستار تبقى العلاقه دي صغيره يعني ايه ستار؟ مش حاصل ضرب ستار يعني نجمه يعني ده فوليوشن يا جماعه ده ديفينيشن ده رمز زي ما كنا بنرمز مثلا اكس دوت واي الرمز بتاع الدوت برودكت الرمز ستار ده معناه التكامل ده مجرد اصطلاح يعني التكامل ده لو مفيد في تطبيقات كتير سموه اف ستار جي بدل ما اعمل كل مره اكتب التكامل الضغط ده لا قال له انا رمز له بالرمز اف ستار جي يعبر عن ايه؟ يعبر عن التكامل بيملوا المنهج بس اتفضل عايز اعرف لازمته في لابلاس ترانسفورم مع دكتور ايهاب ده مهم جدا هتاخدوهم مع دكتور ايهاب في لابلاس ترانسفورم المشكله ان احنا بناخد حاجات احنا مش عارفينها احنا بنعمل ايه اصلا يعني حلو خلاص حلو طب ليه حلو؟ ايه حلو؟ ماشي انا قلت لك هو ده في لابلاس ترانسفورم الدكتور المفروض يقول لنا الكلام ده بس مش هينفع تاخد البلاس ترانسفورم بعد ما تعرف الكلام ده ماشي قول لنا كده قول لنا لا لازم نقول عشان في حد نفسه
بدخل على النت ودخلت على جوجل وقلت ابلكيشنز اوف كونفولوشن ابحث بنفسك انا يعني اعرف كل مره شيء من طيب انا حل لي اخر مساله من ده دي مساله فاينل برضه لو الجزء الاولاني ده احنا حلناه كذا مره ايه بيقول لك نسبة ايه بيقول فوري ترانسفورم للدالة دي وبعد كده هات انفرس ترانسفورم للدالة دي ماشي ومديك نوت هنا بيقول لك الكونفوليوشن مديك القوانين بتاع الكونفوليوشن مديك القوانين اول مفروض ده انا هعديه لو قلناه كذا مره اللي هو كنا هنديله من شويه هنا اول ما كنت انا عم اعمل ترانسفورم ازاي طبعا اكس اكبر من 0 دي قلنا ممكن بنوضعها بالرمز اتش اوف اكس ده اتوقع تثبته زي ما عملنا في اول مساله طيب ازاي تجيب بقى الانفرس بتاع الداله دي طبعا تبقى في دماغك زي ما اتفقنا دايما انك هتستخدم اللي فوق ده هو مش مديها لك كده بالله دي هو مديها لك عشان هتستخدمها لحل المفهوم ده لحل المفهوم كويس استخدمها عشان تحل ايه دي حل ممكن تعمله هنا حل بالظبط كده بص انا اول هو انا عايز الانفرس خد بالك الانفرس لدلتا في اوميجا وانا في خطوه لازم تعملها الاول العلاقه اللي هو مديها لك ايه معلش يا عبيد معلش يا صعبه لو انت خدت الانفرس من الطرفين هيبقى عندك اف ستار جي يساوي لو انا خدت الانفرس من الطرفين العلاقه دي الانفرس خلي بالك ده مالتيبليكيشن عادي بقى ده مالتيبليكيشن عادي ده كونفوليوشن طيب انا عايز استغل العلاقه دي عشان اجيب دي بمعنى ان جوه هنا ده عايز اعبر عنه احط ضرب دالتين اف كابتن في جي كابتن عايز اعبر عن اللي هو ده حصل ضرب دالتين وعارف الانفرس ترانسفورم بتاعه فكروا فيها شويه كده partial fractions نخلي اللي قبل سالب اوميجا تربيع زائد ندخل اي اوميجا كل سكوير دول حل اي اوميجا كل سكوير وين حل هنعمل اكمال مربع لا مش هينفع كده برضه ليه بقى انت عايز تاخد يعني السالب اللي عامل مشترك ايوه هو دخل اي جو عشان لما تتربع تبقى بالسالب مش هتنفع ليه بقى انت انت عايز تستغل دي هتيجي هتيجي تيجي ان شاء الله طيب اجاوب اوكي ماشي عايز تخلي يبقى اي اوميجا كل سكوير زائد 5 اي اوميجا زائد 0 صوص طبعا
اوميجا ماشي وكمل بقى تحليل. بس طبعا انت عايز يطلع لك القوسين دول حاجه شبه ده عشان هو ده اللي انت عارف الانفرس بتاعه. وبالتالي زي ما زميلكم قال هنا انا لازم يبقى عندي اي اوميجا مش اوميجا. لازم يبقى عندي ايه بعد ما احلل لازم يبقى عندي اي اوميجا مش اوميجا زي ما انا عملت. وبالتالي زي ما هو قال هو قال اعبر عن السايب اوميجا سكويرد ديت باي اوميجا فاي اوميجا ماشي. فهو هيحلل كده على طول زي ما هي السايب بره زي ما طيب. والجي هي الانفرس بتاع جي كابتل اللي هي هجيبها من العلاقه دي.